أهلا ومرحبا طلابي طلابي الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلابي نلتقي في الأسبوع السادس للحديث عن الإنجازات السياسية في عهد الملك طلال بن عبد الله رحمه الله. نقول طلابي عن حياته ونشأته بأن الملك طلال ولد عام 1909، درس جلالته في عمان، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية التحق بكلية سان هيرست العسكرية في بريطانيا وتخرج فيها عام 1929، ثم عاد بعدها إلى عمان ليلتحق بقوة الحدود العسكرية. في 7 آذار من عام 1947 عين وليا للعهد. شارك الأمير طلال بن عبد الله في حرب فلسطين عام 48، وكان يقاتل مع الجيش العربي الأردني في خطوط المواجهة الأمامية، وكان لوجوده أثر كبير في رفع معنويات وحدات الجيش العربي التي قاتلت في القدس آنذاك. وعلى إثر استشهاد والده رحمه الله الملك عبد الله الأول على أبواب القدس في عام 1951، نودي بالأمير طلال ملكا للبلاد. الملك طلال عليه إنجازات سياسية داخلية كبيرة وكبيرة جدا، ألا وهي إصدار الدستور عام 1952. ومن أبرز ما جاء في مواد 52: المملكة الأردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وكفل الدستور مجموعة من هذه الحقوق والحريات، الأردنيون أمام القانون سواء، تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها. أما على الصعيد الخارجي فكان هناك عدة أمور، منها تحسين العلاقات مع الدول المجاورة، التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتعذر استمرار جلالة الملك طلال بن عبد الله في الحكم، وذلك بسبب مرضه، فتنازل عن الحكم لنجله الأمير الحسين بن طلال عام 52، وقد توفي الملك طلال رحمه الله في 7 تموز عام 1972. الملك طلال عندما توفاه الله جاء وجيء به الملك حسين. الملك حسين لم يكن قد أتم 18 من عمره، فكان هناك مجلس وصايا على العرش حتى أتم الملك حسين 18 من عمره واستلم بعد ذلك. أيضا من الأمور الإنجازات الداخلية، غير إصدار الدستور هناك وضع اللي هي ما تسمى بمؤسسة التي تحافظ على النظام الداخلي. هذا مجمل حديثنا طلبتي عن الملك طلال، على أمل اللقاء بكم بحول الله في الحصة القادمة للحديث عن الإنجازات السياسية في عهد الملك حسين رحمه الله تعالى. دمتم برعاية الله، شكرا لحسن استماعكم طلابي الأعزاء.